مرحبا، سنتطرق في هذا العرض إلى تصنيف بلوم لأهداف التعلم بلومز تاكسونوم. ما هو تصنيف بلوم؟ هو تصنيف لتنظيم الأهداف التعليمية، ويعود تأسيسه إلى عالم النفس بنجامين بلوم عام 1956، وقد تم تحديثه من قبل لورين أندرسون عام 2001. هو تصنيف هرمي وفق مستويات مترابطة من الأدنى إلى الأعلى، ويتم تحقيق المستوى بناء على ما سبقه من المستوى الأسهل إلى الأصعب. وهنا في الصورة نجد أننا اعتمدنا التسميات الثلاثة للمستويات العربية والإنجليزية والفرنسية. نبدأ في المستوى الأول وهو التذكر، ثم الثاني الفهم، المستوى الثالث التطبيق، الرابع التحليل، الخامس التقويم، والسادس والأخير وهو الإنشاء. نبدأ في المستوى الأول التذكر. يقوم هذا المستوى على مقدرة المتعلمين على تذكر واسترجاع المعلومات دون تغيير يذكر، منها مثلا معرفة حقائق، تواريخ، خصائص أشخاص، مصطلحات، تصنيفات، فئات، مبادئ، نظريات. ومن مجموعة الأفعال التي يمكن استخدامها لوصف الأهداف: يعرف، يذكر، يسمي، يسرد، يسترجع، يكرر، يعدد، يطابق. أيضا الأفعال في اللغات الإنجليزية وأمثلة لأفعال في اللغة الفرنسية. المستوى الثاني الفهم. يقوم هذا المستوى على مقدرة المتعلمين على إعادة صياغة المعلومات بكلمات أو رموز بلغتهم الخاصة، وتوضيح المعاني وتفسير العلاقات وإيضاح الأساليب واستخلاص الاستنتاجات. أما أبرز الأفعال التي يمكن استخدامها لوصف الأهداف: يترجم، يحول، يعيد صياغة، يلخص، يعبر عن، يعطي مثال، يشرح، يراجع، يوضح، يناقش، يخمن، يتوقع، يعلل، يربط به. أيضا أفعال في اللغات الإنجليزية وأخرى في اللغات الفرنسية. المستوى الثالث التطبيق. يقوم هذا المستوى على مقدرة المتعلمين على استخدام المعرفة والقواعد والنظريات في مواقف شديدة، وحل المشاكل العملية من خلال تطبيق المعلومات المفهومة من المستويات السابقة. ومن مجموعة الأفعال التي يمكن استخدامها لوصف الأهداف: يطبق، يستخدم، يحسب، يعد، يحل، يرسم، يعالج، يوظف، يستخرج، يقيس. أيضا أفعال في اللغات الإنجليزية وأخرى في اللغات الفرنسية. المستوى الرابع وهو التحليل. يقوم هذا المستوى على مقدرة المتعلمين على تجزئة أو تحليل المعلومات وتطوير التفكير النقدي. فعلى المتعلمين القيام بالمقارنة بين الأفكار لمعرفة المنطق من بعض الآراء عن طريق معرفة الحقائق وتحليل العناصر وتحليل العلاقات والبراهين والمبادئ. من مجموعة الأفعال التي يمكن استخدامها لوصف الأهداف: يحلل، يبرهن، يميز، يعزل، يحدد العناصر المشتركة فيه، يختبر، يدقق، يكتشف، يقارن. أيضا الأفعال في اللغات الإنجليزية وهو الأفعال في اللغات الفرنسية. المستوى الخامس وهو التقويم. على المتعلم فحص كافة مصادر المعلومات بغرض تقويم جودتها، وليتم اتخاذ القرارات بناء على المعايير المحددة. من هنا يجب التأكد من الدقة والاتساق والموثوقية ومراعاة الفاعلية والمنفعة والمعايير. ومن مجموعة الأفعال التي يمكن استخدامها لوصف الأهداف: ينقد، يقيم، يناقش بالحجج، يبين التناقض، يصدر حكم، يدافع عن، يتخذ قرار، يبرر.
وهنا أفعال في اللغات الإنجليزية وأخرى في اللغات الفرنسية. الإنشاء وهو المستوى السادس، يقوم المتعلمون في هذا المجال بإعادة تنظيم المعلومات بطرق مختلفة وبصياغة العناصر المتنوعة معا لتخلق نمطا أو هيكلا جديدا. على سبيل المثال، اقتراح عملية تفكير حديثة أو القيام بصياغة فكرة جديدة. وهنا قد يبين المتعلمون المقدرة على الإبداع عن طريق إنشاء خطة، وسيلة أو فكرة حديثة. ومن مجموعة الأفعال التي يمكن استخدامها لوصف الأهداف: يؤلف، يبدع، يبتكر، يصمم، يقترح، ينسق، ينظم، ينشئ، يجمع بين. وهنا أيضا نجدها في اللغات الإنجليزية وفي اللغة الفرنسية. أمثلة تطبيقية. أول مثل وهو مثل القصة. في المستوى الأول وهو التذكر، يمكننا أن نطلب من المتعلم أن يذكر شخصيات أساسية في النص. في مستوى الفهم مثلا، أن يلخص القصة بأسلوبه الخاص. في التطبيق، أن يستخرج العبارات التي تدل على الزمان في القصة. في التحليل مثلا، أن يقوم بمقارنة ردة فعل الشخصيات. في التقويم، أن يعلل تصرف الشخصية مع إعطاء أمثلة وبراهين. وفي الإنشاء، أن يكتب نهاية مختلفة لهذه القصة. مثل آخر، مثلا في اعتماد أسئلة ذات خيارات متعددة. في المستوى الأول التذكر، يمكن أن نطلب من المتعلم أن يعرف مفهوم X على سبيل المثال ونعطيه الاحتمالات. في الفهم، السؤال يمكن أن يكون: فسر سبب استخدام X بهذه الطريقة مع الاحتمالات. في التطبيق، حدد الخطوة الأولى التي يجب تطبيقها للوصول إلى Y. في التحليل، كيف ترتبط X بY؟ في التقويم، اختر المعيار الذي تم اعتماده للوصول إلى هذه النتيجة. وفي الإنشاء مثلاً، كيف يمكنك استخدام X لتعديل Y؟ مثل آخر وهو كيفية استخدام الأدوات الرقمية مع ما يتناسب من مستويات بلوم. في المستوى الأول التذكر، يمكننا استعمال البطاقات التعليمية فلاش كاردز لاسترجاع المعلومات، وهذا موقع كويزلت الذي يسمح لنا بإنشاء بطاقات تعليمية فلاش كاردز. مستوى الفهم، مثلا يمكننا أن نطلب من الطلاب إنشاء خرائط مفاهيمية concept maps، مثل موقع على ذلك Lucidchart. يمكن أيضا أن نطلب منهم التعليق أو التأشير على مستندات معينة. ومن الأدوات التي تسمح لنا بذلك موقع Hypothesis وموقع I love PDF للتأشير على مستندات الـ PDF. في التطبيق، يمكننا الطلب من المتعلمين تحميل أو تشغيل أو مشاركة أو تحرير. مثلا لتحميل مستنداتهم، استعمال درايف كجوجل درايف عبر هذا الموقع. لتطبيق عبر المحاكاة والسيموليشنز، استعمال مثلا فات كولورادو. في التحليل، يمكننا إنشاء أنشطة لها علاقة بالربط والترتيب والتحليل، والطلب من المتعلمين مثلاً القيام بعرض أو تقديم تقرير وإنفوغرافيكس. ومن المواقع التي تسمح لنا بذلك جينيلي، كانفا، فيزمي. في التقويم، يمكننا طلب من المتعلمين بناء نماذج تقييم وفق معايير محددة، واستعمال مثلا لذلك روبي ستار.
أو نشر تعليقات والآراء، وموقع يسمح لنا بذلك هو سبيك أب. المستوى الأخير وهو الإنشاء، يمكننا الطلب من المتعلمين استحداث وتخطيط وإنتاج هيكل جديد، مثلا نشر مدونة، إنشاء فيديو، البرمجة إلى آخره. مثلا للمدونة يمكننا استعمل بلوجر لإنشاء بلوج. يمكننا أيضا طلب منهم تسجيل صوتي بودكاست، أوداسيتي موقع يسمح لنا بذلك. إنشاء فيديو لوم على سبيل المثال لتسجيل الشاشة والقيام بعرض واستعمال باوربوينت وبريزي وغيرها من الأمثلة. هنا أبرز المراجع. شكرا لحسن إصغائكم.